بعدي واضيع دروبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الخير عليكم جميعا. من العيدات نصبح عليكم الى سوق الحق وحق وفيفة، ثم في رحله للمناطق الجبليه هذا اليوم وزياره الاماكن الاثريه، وسننقل كل ما نشاهده من جمال وطبيعه خلابه باذن الله سبحانه وتعالى. دعواتكم لنا بالتوفيق، الله يحفظكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سعدنا في هذا اليوم المبارك للسبت 16/11/1442 بزياره متحف الاستاذه فاطمه الغزواني الحقيقه التراثي في ذكرنا احنا نقول على شيء اسمه السقاط في حديقه هذا يختلف. الحقيقه سعدت بما رايت من اعمال تحكي التراث للمنطقه عبر قصورها التاريخيه، وهذا جهد تشكر عليه ويجب دعمها ونشر عملها هذا للاستفادة منه، لأنها قدمت للأجيال عمل قيم من الماضي. شكرا لكم، شكرا للأستاذة فاطمة، ونتمنى لها التوفيق والسلام إن شاء الله. لأي لحفظ السمن ويردون على ماي ويردون على الموارد مويه مويه لا نحفظ مويه بارد. لا 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 العالم جاني، تمايا العالم جاني ويبوني في فافات مايا العالم جاني. تمايا العالم جاني، تمايا العالم جاني ويا بون في فاتمايا العالم جاني. لا 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 بدله وفنجاني، بدله وفنجاني ويا كيف روقني بدله وفنجاني. تمايا العالم جاني، تمايا العالم جاني ويا بون في فيفا، تمايا العالم جاني. لا 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 تمايا العالم جاني، تمايا العالم جاني ويا بون في فيفا، تمايا العالم جاني. ومن هناك ما شاء الله. ثلاث ابيات او بيتين من الشعر على شيخ علي تليق بمقامكم ان شاء الله، وان لم تبلغ المقصد فاعذروني. اقول ماذا اقول وفي فؤادي فرحة في هذه الرحلة مع اخواني اهل الكرامة والسماحة والندى، نعم الرجال اقول بالاعلان. لا عيب فيكم والشهامة طبعكم كيجان فوق الرأس يا خلاني. القلب من شوق أتى للقائكم فتكحلت بجمالكم أعياني. والزهر يزهو باسما لوجودنا والفل والكامي مع الريحان. الطير يشدونا يبارك جمعنا رب بالبشر صداحا على الأغصان. رقصت ترحب بالكرام صبيحة نشوانة تشدو على الأغصان. أهلا وسهلا في سواد عيوننا يا من لهم أفلاك في وجدان. أهلا وسهلا بالحنايا مقركم يا صفوة أحبابك البنيان.
ما بيننا كل الفضائل والتقى مستمسكين بعروة الإيمان. يا رب تحمينا وتحمي بلادنا ونسير في أرجائها بأمان في ظل سلمان الأبي وابنه نعم الملوك على مدى الأزمان. وصلاة ربي والسلام على النبي خير البرية إنسهم والجنة. واعذروني إن أستغفر الله. السبت موعدنا يا أخواني. السبت موعدنا يا أخواني مع الليالي الجنوبية. والبعيد صنع في شعبي. السبت موعدنا يا اخواني. اشوف كل واحد جيناك يا خالد. والبعيد صنع في شعبي. كل واحد جيناك يا خالد في قدرنا والموافية. خير البلد زادنا دايم في قدرنا والموافية. خير البلد زادنا دين في قدرنا والموافية. جودة وصدق وشفافية. جودة وصدق وشفافية. والحمد لله تعاملنا جودة وصدق وشفافية. لا 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 فيها المعالم خرافية. والمتحف اللي توارلك فيها المعالم خرافية. يا لا 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 يا لا 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 وكل قطعة تراثية. يا فاطمة الناس تشهد لك وكل قطعة تراثية. يا لا 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 يا لا 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 صورة بلقب احترافية. تعال يا ناشد التاريخ صور بلقب احترافية. يقول لك اذا درعتها لازم تكتب كذبه عجيب. وعلى حسب تصديقها في المجتمع تكون الحجم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أنا سعيد هذا اليوم السبت الموافق 16/11/1442 بهذا الجمع المبارك وهذا اللقاء في هذا المكان مطعم ليالي جنوبية. الحقيقة أنا سعيد بكم وفخور بكم جدا وفخور بتواجدكم وتلبيتكم للدعوة. وإن شاء الله إنها ثمرة نجاح وبداية تتحقق فيها آمال كثيرة إن شاء الله. وإن شاء الله أن هذا المطعم لنا عودة إليه مرة ثانية بإذن الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة عاجز عن شكركم وعن تلبيتكم الدعوة والانتقال لهذا المكان. ومنه سننتقل إلى جبل فيفاء المعالق للسحاب. نرتقي اليوم نرتقي على يدك وجودك الله يحفظك. ان شاء الله ما يقصر الجود غير اليوم كله بكيس كيسين سحاب. ان شاء الله كريم وكريم. ودبتين هواء براد. دبتين هواء براد هذا وعد منك. سلم سلم دبتين براد. السلام عليكم ورحمه الله.